المونا هذيك المونا الناس ديال المياه والغابات هما اللي اول وحدين اللي يعني اللي كانوا حاضرين. وفاش حضروا علموا الناس الساكنه وعلمونا كحنا اوراش برنامج اوراش جوج قسمايين جوج هكا الليل كنا حاضرين هنا. فاش حضرنا لقينا ديك الشيء يلاه بدا يلاه كيف انطلق وقدينا نسيطروا عليه بواحد 20% حتى 30% والظلام وداك الشيء ما قديناش نزيدوا قدينا زمان هادكو الحريق في مره واحده. ومن بعد التحقوا بنا الاعوان السلطه والسلطه المحليه والاقليميه الجهويه حتى هما التحقوا الوقايه المدنيه الناس ديال القوات المساعده الدرك الملكي هادو الناس كلهم التحقوا بنا على المكان. وكان الحريق كنا قدين نسيطروا عليه في واحد الوقيته بالطيارات وبالوسائل ديال القوات المساعده والمياه والغابات. ولكن واحد الوقت ما قديناش نسيطروا على الحريق باسباب كثيره. كاين العامل ديال الريح هو السبب ديال انتشار هذا الحريق باش كل هذه المساحه كلها. الحمد لله في هذه الساعه ما كاين حتى شي واحد لا ما كاينش زعما شي خسائر بشريه ولا كاين ماديه. كاين الزيتون كاين الكرموس كاين اللوز كاين خسائر اخرى مثلا اما البشريه في هذه الساعه ما كاينش. الحريق اندلع في الساعة تقريبا جوج الليل نهار ثلاث مع صباح الأربعاء ومشى واتصلوا بين أعوان السلطة قبلنا سيرورا العفيف حدونا المكان. ومن اللي مشينا حاولنا نطفيو داك الشيء وصلنا لي صباح الحارة التحقوا بنا أصحاب الوقاية المدنية تما مشكورين الناس السلطات المحليه القوات المساعده الدرك الملكي الناس الاقليم كاملين كل مشكورين كجميع الاعوان ديال الاقليم والتحقوا بنا الساكنه في الصباح حتى هما مشكورين. هادو الناس يمكن كتشوفوا الساكنه راه قريبه دابا الناس اللي مجاورين تما التحقوا بنا في اقرب وقت. خرجوا الناس كلهم تعاونوا معنا في هذا الحريق وتقريبا خدي شي 11 النهار ولا 12 جاو الطيائر حتى هما. ولكن اخر ما طاف جا الرياح وقلبنا كل شيء شي خدمنا كامل جا الرياح هو اللي قيلع بها هي ضربه طلعتها الفوق شتي ديك المنطقه راه طلع جهه الجبل عاو جا الريح قلبنا لتحت والحمد لله من اللي ما تقاسوا لنا شي عباد الله جات في هذا في الحكامات في الجنانات ديال الزيتون ديال الناس راه تقاسوا شويه ربي يخلف هادشي والحمد لله ملي ما تقاسوا لنا شي بنادم. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.